الو الو جميلة، هاتي لشوف احكي لي شو صار. زينب سافرت على انطاليا كمان؟ رقم غرفتكم هو 6622 و6623. تفضلي زينب خانم. خليني ساعدك فيه. لا ما في داعي، أنا بحمله. إذا بتحبي نحن منطلعهم. لا ما في داعي، يسلم. لو سمحت استعجل شوي. تفضل. يسلموا. تليفون بانا خانم، تفضلي. بدي احكي معها اذا بتريدي. هي بالاجتماع حاليا، بتحبي خبرها شيء؟ لما تخلص اجتماع خليها تحكي معي فورا. تكرم يا خانم، اول ما تخلص الاجتماع بخليها تحكي معي. لو سمحتي الموضوع مهم. شكرا لك. طبعا المعلم عطول مسكر تليفونه. ألو مؤيد، بس تفتح تليفونك اتصل فيني وبطل لي عادة تسكير الموبايل بقى. استغفر الله العظيم. روي روي، خليك يا هادية مشان يفتح. شوفي شلون بتحط الكرت شوي شوي لتسمعي صوت التك. شفتي كيف هلا بيفتح؟ روق روق مهند، خليك هادي ليفتح. في مشكلة بالباب. معقول يكون عاطينا كرت معطل؟ العمى. هلا بدي رد انزل. تعال تعال، رقم 6623 إلي. خربطولنا بالكروت. شو؟ القصة إنه عاطينك كرتي وعاطيني كرتك، عرفت كيف؟ Thank you.
ألو زينب؟ سلام، كيفك هلا؟ قولي لي شو صار معك؟ حاسة إنه انضحك علي. مزبوط، مهند سافر معك مو هيك؟ هذا مهند عم يتصل. ألو مهند؟ جميلة، بعتلي رسالة على الموبايل. ايه مزبوط، دقيت لك كتير وكنت مسكر تليفونك. كنت بالطيارة، احذري من اجا معي لهون. بعرف، مشان هيك انا اتصلت فيك. هاي بانا لعبت عليكم انتو اتنين. ما فهمت شو؟ بانا طلبت من زينب تسافر لهنيك وما قالت لانك انت موجود. اتفقوا انهم يطلعوا على انطاليا مع بعض، بعدين حضرتها قررت تضل هون. وبانا ليش لحتى تعمل هيك؟ لحظة، ثواني وبرجع لك. ايه؟ ألو زينب؟ شو قال؟ ما عنده فكرة عن الموضوع. ما بتعرفي قديش اتضايقت؟ أول ما فتت لقيته قاعد بوشي. هاي فكرة بانا جدبة، ما بعرف ليش عملت هيك، حطتك بموقف محرج. شو بدك تقولي لأبوكي إذا عرف؟ أكيد رح يعصب كتير. ما بعرف شو بدي أقله، رح خبره اللي صار بصراحة. لا تطولي لحتى ما يزعل منك أكتر. خلصي شغلك هنيك ورجعي دغري. أنا هيك ناوي. ليكي هلأ مضطرة أنزل، في عندي اجتماع، لما خلص شغلي برجع برحلة المساء. إيه أحسن شي. يلا ما رح عطلك عن شغلك، نحكي سوا بعدين. مهند ناطر على الخط. أوكي منحكي المساء. لا تضايقي حالك، خلصي شغلك ورجعي فورا. هلا حاولي تروقي شوي. الو مهند؟ معك. مسكينة هالبنت، مزعوجة كتير من اللي صار. عيبانة وحدة حقيرة. غريب، لهلا مو فهمان ليش ممكن تعمل هيك. شو بدها يعني؟ مريضة. كون ما بفهم إذا مو عاملة كل هالشي مشان تعكر الجو. اتصلت فيها امبارح بالليل وقايلت لها رح نروح سوا، والبنت وافقت، واليوم تراجعت وما راحت على المطار. حتى مؤيد ما له خبر ابدا بسفره زينب لهنيك. طيب شو قصدها من هالحركه؟ انا مثلك ماني فهمان شيء. اذا عرفت سمره بهالشيء انا متاكده انها رح تجي. معك حق، بدي ادور على حجه لبرر لقائي بزينب. برايي لا تقلها. انت خليك مسكر تليفونك، خلص شغلك ورجع فورا، وحاول انه ما تلتقي بزينب قد ما فيك. اصلا هي مزعوجة، بدها تخلص شغله وتجي المساء. لا رجعوا قبل ما تصير مشكلة، احسن ما شي حدا يعرف انكم سوا. انا ما بحب اعمل شي بالسر وعلى طول واضح. مهند لا تتغابى، ما فيك تشرح شي، ما حدا عرفان باللي صار. خلص سكر على الموضوع. طيب طيب شوفي، أنا هلأ لازم أطلع، عندي شغل. نحكي سوا بعدين. ماشي، موفق، يعطيك العافية. شكراً، الله يعافيكي.